مرحبا بكم مجددا معنا احبابنا، واليوم عندنا ضيفة شرف معنا في الكوزينه الحقيقيه هنايا، السيده زكيه. راح توقف معنا هنايا باش شوفنا واش نطيبوا وتعاوننا شويه هكذا. انا قالوا لي بلي تعرف طيب بزاف 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 بزاف. ما تامنيش على الامن امن. حنا نقولوا يا خي اللي فايتك بليله فايتك بحيله. الوغ حنا كما قلنا اليوم عندنا اون سالاد فريشور اي سلاده فريشكا. عندنا لا سالاد تاعنا هايليك، عندنا كما قلت لكم قبيله القرعه، شوفوا كيفاش شويناها على هذا الشكل فوالا. وعندنا طماطم ديالنا اللي قطعناها اون بيتي كوب، وعندنا لا موتزاريلا، عندنا زيتون، وعندنا بصل مقطع اون بيتي كوب، وعندنا الثوم تاعنا. حنا نبداو نديرو نجيبو اون كويير. نديرو زيت زيتون، بسم الله. سا سي بور لا سالاد. سا سي هادي هي الزيت اللي نستعملوها في لا سالاد ديالنا. نديرو شويه نتاع الخل هكذا فوالا، نديرو لها شويه تاع تما اون فينغات. كاين اللي ما يحبوش يستعملوا زيت زيتون، ما يحبوش ياكلوها، يستعملوا الزيت العاديه تاعنا فوالا هكذا فوالا. شويه نتاع الفلفل الكحل، نجيبو ان بتي فوي باش نفويتيوها. ونديرو لا طوماط تاعنا، سمحني نرميو كاع لا طوماط تاعنا هنايا، البصل ديالنا هنا قطعناه اون بوتي كوب، والثوم. الثوم شوفي حنا كيفاش قطعناها بهذا الشكل اون لامير فوالا اون لامير. نديرو لا موتزاريلا تاعنا، هكذا نخلطو لو تو. من بعد هذيك لا سالاد والقرعه ديالنا ما نستعملوهمش درك هذيك، من بعد نديرو اون اسيات نديرو فيها لا سالاد. فهمت. لو بوكي هذا نديروه في الوسط ونديكوريو بالقرعه ديالنا فوالا. هكذا لا سالاد تاعنا واجده، هادو نخلوهم من بعد الديكور. نقدروا نقدروا نديروا لها نعناع اخضر بيان سور، هذه نقدروا نديروا لها نعناع اخضر ولا معدنوس شطيبات هكذا، ماشي مقطع رقيق. شطيبات شطيبات تاع معدنوس فوالا. هاي نديروها من بعد كي نحضروا لاسيات تاعنا. باش يكون عندنا لا بلاص. ميرسي. دوكا نروحو ل ما تغنيش كي تعودي طيبي، انا نغني في الدار ندندن. تعرفي تسمعوني الجيران. انا بيزو ندندن. نشعلو على المقلاة ديالنا، قلنا بلي عندنا مقلاة ثقيلة. مقلاة ثقيلة لازم باش ما تشدنيش. مالك انت كي تحبي تغني في الكوزينة دندني لنا حاجة ما بين حنا نطيبو. راني خايفة ندندن لك تروح لك لا غوسيت. ها ومن بعد تشوفي زهيده خارجه ليا تقول لي في النهار راكي وختيني في زهيده قبيحه بنت حومتي. لا لا لي جونتي لي جونتي. نديرو الزبده تاعنا تسخن. زهيده راكي جيعانه على بالك لا سبيسياليتي تاع زهيده وشن هي؟ وشنو هي؟ كنت نتوحم بوليدي نور تليفونات لي قالت لي واش راكي توحمي ما كيتوحوا والو. قلت لها والو زهيده. قالت لي ماكش حابه تاكلي محاجب؟ قلت لها يما نحا نهبل. جابت لي من غدوه من داك هكذا المحاجب سخونين وهي اللي دارتهم. الله يبارك لها، هي اللي دارتهم. وجا تحيه ليماها ولخواتاتها ولكل العائله اللي في تخي بيان. كاش نهار تجيبي زهيده هنايا تبري لكم التجربه. زهيده هي المعده تاع الحصه تاعنا، نفكروا المشاهدين ديالنا. هاي الزيت الزبده تاعنا سخنت، نرموا لها البصل. شعوري ناحيتك شعور كبير كبير، شعور بمحبتك مليان أحاسيس كتير. شعوري ناحيتك يا ريا شعور كبير كبير،
شعور بمحبتك مليان أحاسيس كتير، وكل ما في وجودي من قلبي ومن ضميري أحس إنك عيني وفرحتي وأماني. مخلوق في الدنيا ليا، مخلوق في الدنيا ليا ومش لحد تاني. ده شعوري نحيتك. دوكي ينحرق لبس. الله يعطيك الصحة. يعني أنا لو كان هكذا كل يوم نطيب 24 ساعة على 24 ساعة وأنا غير نطيب، ما ندير حتى حاجة واحدة أخرى. بالله نجي تاكل. يعني بصوت جميل كيما هذا نقعد 24 ساعة وأنا غير نطيب. على هكذا شوفوا البصل تاعنا، نخلوه يبرون تيت كولور، فوالا يبرون جوست تيت كولور. نرموا له الجد ديالنا اللي قلنا شرينا صدر عاوليك، وتقدروا تستعملوه تما، تحبوا ديروا لي كويس، كل واحد واش يحب لوغو ديالو. الصدر قسمتيه على ثلاثة هنايا؟ قسمته على ثلاثة، سي ان بوتي صدر قسمته على ثلاثة. حنا لا كويزين تاعنا الي ايكونوميك. بس سي بيان. فوالا. ماشي 3 كيلو كرفات. لا 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 4 كيلو لا. الايكونوميك في مقدور كاع يديك المشاهدين، في متناول الجميع. ماشي يشوفوا دي روسيت في لا تيلي وما يقدروش يديروهم. لا تما نديرو دي روسيت تري فاسيل ومقدورهم يعني. فوالا تغني لنا تعاون لنا والله بيان. كاش مشكل هكذا. ومن بعد نديرو لو كويري تاعنا شويه تاع النار باش ما يتنحرق لكمش. انت واش تحبي طيبي في الصيف؟ نطيب كل عطينا كلكو بلا. حبيت ندي شويه اللي يزيد عليك في العربيه. حبيتي تدي لي زيد عليا؟ ايه قالنا قالوا لي طيب تري 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 بيان. راني حندير طعم احمر، ما يقولوا له كاين اللي يقولوا له طعم القبائل. انا نقول له طعم الجيري. وي انا نديرو بالكابويا الحمراء. وي سي تري بون. ونديرو توم وبصل. وي نديرو توم وبصل. نشريها برا تاع بكري، نشريها برا هبرا برا تاع بكري، ونطيبها هي والحميصه بيان سور بهذيك نقلي بيان 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 داكور. ومن بعد باش نرمي الخضره، الخضره ندير لوبيا الخضره، ندير الكابويا الحمراء، ندير ورقه كرنبيط، ندير البطاطا الزروديه، ندير اللفت. فهمتي ما نديرش برك الباذنجان، يعني الخضره الحاضره كامل الخضره الحاضره نرميوها داكور. تكون هذيك اللحمه طابت وطعم بيان سور. ندهنوا المويه ماشي رقيق كامل ماشي الخشين، ندهنوا بزيت الزيتون. ومن بعد قبل ما نفوروا التفويره الثانيه، ومن بعد نحي الوجه تاع القدره ندهن به التفويره الاخرانيه. دونك يجيك شغل احمر. بعد هذيك اللحمه تاع البقري هي تكون طابت بصح ما تقسمتش، نديروها من تحت ونديروا طعم من فوقها. ومن بعد باش نديروا الخضره والورق تاع الكرومبيط والزرودي على حب على حالها، كلش على حاله. لي زانغريديون ملح راس الحانوت، ندير شويه قرفه وشويه فلفل كحل. انا ما نحبش بزاف الفلفل الكحل في الاخر بيان سور. راس الحانوت تاع بسكره بيان سور. فهمتي. والعكري العكري نضيف تاعنا. انا عندي حاجه نقلي بزاف الماكله ديالي، ناخذ بزاف من المكونات في التوابل في الاخر. اي بوكو مثلا باش ندير طعام تاع 5 ولا 7 بيرسون نقدر ندير حتى 1 كيلو ودمي تاع بصل في المرقه. داكور باسكو حنا عندنا هذا الامر يختلف. يقول لك علاش المرقه كاين، كاينه مرقه خاطره وكاينه مرقه تجي كيما حنا نقولوا زغلي والماء يغلي. زغلي والماء يغلي. البصل يفي لا ديفيرونس بوكو. اي بي سي بون سي بون سي بون. ويدوب. انا نقطعو، انا نقطعو بالطول في الطعام الاحمر، ونحبو نحب كي تبقى يبقى شويه حي. كي تشوفي الاولاني، لا لا الاولاني اللي نقلي بها مع الحمص سي نورمال هذاك الرقيق بصح اللي نرميها مع الخضره نقطع الحبه على اربعه. اي سي تري بون. سي تري هو يعني ديجا معروف بالبصل كي ناكلوه. انا في الدار كي ناكل طعام لازمني توجور مونسو تاع البصل. نو الوغ ما بالك يكون طايب، كيكون طايب مع الداخل ندير له حتى الفول الخضر، الفول الحبه الفول الخضراء، حتى الفول الحميصه الفول الخضر كيما قلت لك اللوبيا الخضراء
طويله على حالها، زروديه اللفت وقرعه البطاطا كيف كيف مقسومه الحبه على اربعه، وحتى ورقه كومبيت كيبقى لك ميم با 10 مينوت باش تطفي المقار، كي ترمي الكومبيت يبقاو الورق هكذا يبقاو الورق هكذا تشابين صح، طيبيهم لاسيات من الفوق فوالا وي يعيطوا له هذا يعيطوا له المدفون، يديروا حتى اهل الصحراء عندنا يديروا فيه بشار في اضرار. شهيتي السكريبت تاعنا راهو شنو نقول لك، هو يحب ياكل فوالا دونك. مي هاد اليوم توش راني نطيب واش راني نطيب، درت المعدنوسيه تاعنا الله يهديك، المعدنوسيه تاعنا حنايا اللي نديروها بلا فيوند هاشي ونديروها بالمعدنوس، صح انا نضمي لها الجلبانه، انا نصور شويه الجلبانه قبل كي ندير المعدنوس ولا فيوند هاشي نكون قلي طوميتو، نديرهم ندير البيض وندير تكون هذيك لاصوص ايتو، ندير الجلبانه سي تري تري بون الجلبانه نغليها من فوق وضعها ميم با 5 مينوت سي اي سي ونرميها لداخل سيها وردي لي الخبر. عندنا لا نواد ميكسكات ثاني ما نساوهاش، اللي يعجبني فيك ما تستعمليش الحاجات الحديثه بزاف اللي تخلي المتفرج يقول نو انا ما عنديش هذيك الحاجه ما نقدرش نطيب هذيك الحاجه، يعني هاد الصوالح اللي موجوده في لو مارشي نلقاهم في اي مارشي ندخلوا له في بلادنا الكبيره، ونساء كاع عندهم في ديارهم ونساء كامل عندهم في الدار، هذه حاجه مليحه بس نطيب كما طيب في دارنا فوالا. تما تعلمت لو ميتي تو بصح هذاك لو ميتي يقعد وحده، بصح هنا رانا في دارنا تاع الصحه لو نستعمل نفس الطرق هذوك لي تكنولوجي هذوك لي تخوك ايتو نستعملوهم كي يشوفوهم في لانتيريور دو بي تقول لك انا منين نروح نجيب هذه باش نطيب هذه، حنا نستعملو لهم عفايس اللي يقدروا يخدموا بهم تما في متناول الجميع، حاجه مانوال حاجه في متناول الجميع كيما هكذا كنت تشوفوا دوك هذا الدجاج تاعنا نخلوه هي يطيب فريمون ان بوتي فو ما يحبش الناس دوك نغطيوه ما يحبش النار قويه نخلو كاين من تحت دوك انا نجبد عليك تري بيان ونخلوه يميجوتي ا بوتي فو يطيب، ومن بعد هذيك نكملوا لا 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 تاعنا غير يطيب نكملوا لا سالاد تاعنا. جمال اليوم ما ضربش دارها تعرف في مال كل يوم هنا في الكوزينه، انا خليت حتى يقول لك زكيه تاكل كلش لا ما على بالي خليت لا ما تخليلكش الداله ما تقلقيش علينا، انا خليت باش يطيب عليك يا جمال باش يطيب بالفن وبالصوت الجميل تاع زكيه محمد باش انا قلت مالك خفت مني لا ناكل كلش ما جيتش لا لا انا شوف كل واحد شوفي شوفي القوام الجميل الله يعيشك يا حبيبي انا مدور لك لا لا الله يبارك ضيفتنا المتالقه زكيه محمد غنيه عنكم تعرف ما راش نكبروا بك حتى المشاهدين يعرفوا وحنا نزيدوا نكبروا بك نتمنى انك راكي مرتاحه برك معنا وكوزينتنا عجبتك شويه هايله والطباخه رائعه الله يسلمك الله يخليك الله يسلمك بلا ما تدقدق الله يسلمك الله يعيشك الله يخليك. هذا الدجاج اللي راكم تشوفوا فيه بالبصل سي بون وعفاف نفكروا فقط الوقت نخلوه يعني حوالي 10 الى 15 دقيقه لا لا شويه اكثر صار شحال هكذا واحد 20 دقيقه باسكو يطيب فريمون ان بتي فو ما يسحب ما يحبش النار زايده باسكو يتنحرق شفت ما دبالوش بزاف المايتو بيتي فو بيتي فو دائما الطياب تاعنا وكما قالت ضيفتنا احنا طبخنا هو اقتصادي، اذا مشاهدينا نتمنى لكم شاهدتوا هذه المقادير نروحوا لهذا الفاصل ونوليو ليكم.